السلام عليكم مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى نشرة الظهيرة، وهذه أبرز عناوينها. بإقليم طاطا سيول جارفة تضرب منطقة تمنارت وتسبب خسائر في البنى التحتية والممتلكات، ومن جانب آخر ترفع منسوب العديد من المجاري المائية بنسب غير مسبوقة، والصورة ننقلها مباشرة من تمنارت. بالسزاق تساقطات مطرية مهمة تنعش الفرشة المائية وترفع منسوب الأودية وتمكن من استعادة الأنشطة الفلاحية بكثير من الارتياح بعد سنوات من الجفاف. وانطلاق خدمة خطين جديدين لترامواي الدار البيضاء يرفع مسافة خطوط الشبكة إلى 98 كيلومترا، خطوة جديدة في تعزيز أسطول النقل العمومي. وضمن النشرة نتعرف على أهمية تمديد هذه الشبكة في تطوير التنقل الإيكولوجي كركيزة أساسية في تأهيل المدن وضمان استدامتها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الإكرام. بإقليم طاطا الساكنة تحصي خسائرها بعد التساقطات الرعدية الاستثنائية الليلة الماضية والتي عاشتها منطقة تمنارت. تساقطات رعدية جد قوية أدت إلى إحداث تدفقات فيضانية استثنائية، أدت إلى ارتفاع في منسوب العديد من المجاري المائية بنسب غير مسبوقة، وخلفت خسائر مهمة على مستوى البنيات التحتية والممتلكات، مما أدى إلى انقطاع بعض المقاطع الطرقية وكذلك توقف عدد من الخدمات. ومن تمنارت ينضم إلينا الزميل الحافظ محضار. أهلا بك الحافظ، لو تقربنا من الوضع الآن بتمنارت وأين وصلت الجهود الرامية إلى فتح الطرق وإعادة الأمور إلى نصابها. نعم هدى، تواجد تحديدا الآن بجماعة تمنارت حوالي 160 كيلومترا شرق أو غربي مدينة طاطا. هذه الجماعة كانت قد أتت عليها مساء أمس أمطار يعني رعدية قوية أدت إلى جريان مجموعة من الأودية، خاصة وادي تمنارت الذي يصل أو يقطع مجموعة من الجماعات أو مجموعة من القرى والدواوير هنا بهذه الجماعة القروية. عاينا هدى مجموعة من الأضرار هنا على مستوى هذه الجماعة. هذه الأضرار بست يعني البنية التحتية، خاصة مجموعة من المسالك الطرقية والمنشآت الفنية. عينا كذلك الجهود التي تنخرط فيها السلطات المحلية لإعادة فتح هذه المسالك وإعادة تشغيلها وفك العزلة عن مجموعة من الدواوير المتواجدة بهذه الجماعة القروية. لم تسجل ولله الحمد أي مستوى الأرواح، وأكيد لم تسجل أي خسائر على مستوى الأرواح. بالمقابل مجموعة من الأضرار لاحقت ممتلكات الساكنة، خاصة البنايات المجاورة لمجاري هذا الوادي، خاصة بدواوير إغرغنين الذي أتواجد به الآن، ودوار القصبة ودوار أقرد ودوار تلمازيرت، كلها دواوير بالإضافة إلى مجموعة من التجمعات السكانية هنا التي يعبرها هذا الوادي، تضررت نتيجة هذه الأمطار الغير مسبوقة التي تسببت في سيول جارفة لم تعرف لها المنطقة مثيلا منذ عقود. إذن كما قلت يعني مجموعة من الأضرار عايناها هنا، عاينا كذلك الجهود التي تنخرط فيها السلطات المحلية، مجموعة من الصور يعني تؤكد يعني الخراط الآني لمختلف السلطات العمومية هنا، سلطات محلية من درك ملكي، من قوات مساعدة، من قوات مسلحة ملكية ووقاية مدنية، وكذا جهود السكان، الكل منخرط لتجاوز تداعيات ومخلفات هذه السيول الغير مسبوقة هنا. هل تم فتح المسالك الطرقية؟ يحضر معي السيد عبد الله الأصم نائب. نعم سألتك محضر، هل تم فتح المسالك يعني الطرقية المؤدية من وإلى المنطقة؟
نعم بطبيعة الحال كما قلت يعني السلطات العمومية عبأت مختلف الإمكانيات وباقي الإمكانيات التي وفرت الأقاليم المجاورة من جرافات من آليات ومن موارد كذلك بشرية لفك العزلة عن مختلف هذه الدواوير. الصور يعني تؤكد ما ذكرناه. وصولنا اليوم تطلب يعني فتح مجموعة من المسالك للوصول مثلا إلى هذا الدوار الذي قلت بأنه قد تأثر نتيجة سيول أمس، بالإضافة إلى دوار يبعد من هنا بحوالي 4 كيلومترات دوار القصبة الذي شهد يعني أضرار جزئية على مستوى مجموعة من المساكن المجاورة للمجاري المائية. على كل حال لم تسجل أي خسائر على مستوى الأرواح البشرية. سي عبد الله الأصم، أنتم نائب رئيس جامعة تمنارت، كيف تصف الوضع الآن بعد تساقطات قوية مساء أمس؟ شكرا سي حفيد. دابا حنا كنتواجدوا بدوار إغير غنين، حد الدواوير اللي عرفت يعني تساقطات مطرية يعني رعدية كثيرة مساء يوم أمس، واللي نتجت عن عليها يعني مجموعة من الأودية اللي حملات واحد الحمولة قياسية اللي ما عمرها عرفتها المنطقة. ولكن اللي مزيان في هذه المسألة وهو أننا ولله الحمد كمسؤول ترابي هنا أنفينا في باتا وقوع أي يعني خسائر بشرية ولا وفيات بشرية، وبالتالي هنا أنفي هذه المسألة عكس ما يتم الترويج له كذا. ولكن هذه السيول الرعدية وهذا يعني الأودية وحمولة القياسية للأودية تسببت في خسائر مادية كثيرة، خصوصا فيما يتعلق بالمنشآت الفنية وكذلك يعني المسالك الطرقية والمحاور الطرقية اللي كتربط دواوير الجامعة، يعني الطرق الداخلية تضررت بشكل كثير. كذلك هناك يعني تضرر مجموعة من المنازل حوالي تقريبا 8 منازل يعني تضررت بشكل كلي. كذلك هناك مجموعة من المنازل اللي تضررت بشكل جزئي خصوصا أنها يعني غمرت لها المياه. كذلك يعني الشبكة ديال الماء الشرب تضررت بشكل كلي خصوصا في الدوار ديال إغير وغنين، ولله الحمد يعني تدخل ديال الجمعية المعنية بتدبير هذا المرفق يعني كتحاول حاليا أنها يعني إصلاح ما يمكن إصلاحه باش أنها تزود الساكنة بهذه المادة الحيوية. وكما أصرتم يعني منذ الوهلة الأولى وبتوجيهات من السيد العامل مشكورا يعني تجندت مجموعة من المصالح ولا مختلف المصالح العمومية لفك العزلة عن هذه الدواوير المتضررة. ولله الحمد كما كتشوفوا يعني الآليات يعني لمختلف المصالح القطاعية تدخلت في وقت قياسي باش أنها تفتح هذه المسالك يعني الطرقية، وكذلك أنها يعني باش أنها يعني تعاد يعني الخدمات الأساسية لهذه الدواوير باش ترجع يعني الأمور لمجاريها. وبالتالي هنا يعني هذا السيول الرعدية اللي عرفها الجماعة ديال الترابية اللي تمنارت يعني الإشكالية اللي تضررت أو يعني المسائل اللي تضررت، وهي أنها البنى التحتية تضررت بشكل كلي. وبالتالي كنتمنوا يعني من المجهودات أنها تضافر باش أنها يعني إصلاح ما يمكن إصلاحه كما كتشوفوا أمامنا، يعني كما يعني واحد السور الوقائي اللي كان كيحمي هذا الدوار يعني من الفيضان ديال هذا الواد تضرر بشكل كبير وكبير جدا، وهو يعني من اللي تضرر هو اللي خلق واحد العلاه واحد الخوف لدى الساكنة ديال هذا الدوار اللي تخوفت يعني ملي شافت هذا الحجم ديال الحمولة ديال هذا الواد وهي يعني اللي تضررت. نعم شكرا لك السيد الرئيس سي عبد الأصم نائب رئيس جامعة تمنارت. هدى يعني السيول بهذا الحجم يعني تسببت في شكل من الهلع والخوف في أوساط ساكنة هذه الدواوير. يعني يحضر معي أحد ساكنة هذه القرية، أكيد زوجتكم يعني كانت قد أطلقت يعني نداء أو استغاثة مساء أمس بلغ صداها مدى بعيدا أكيدا مظهر الخوف نتيجة هذا السيول اللي مع مر ساكنة شفت. السلام عليكم سي حفيظ. نعم كما قلتي هذا الفيديو بالنسبه لهذا الفيديو اللي هي الزوجه ديالي نتيجه ان الحموله القياسيه او الاكثر من القياسيه اللي جا بها هذا الواد، نظرا لبعض السكان او الجيران الذين يتواجدون امام الواد، نظرا للخوف عليهم وهذا العلاه وهذا الخوف يعني اللي ما عمرها شافت هذه الاوديه وهذا الواد بالطريقه اللي جات، تطلب الاغاثه وتقول لهم حيد من الطريق وحيدوا مرا الواد جا وكذا، تطلب النجده وهذا نتيجة عن الخوف فقط. والحمد لله ما كاين لا شي حاجه ديال الموتى ولا شي حاجه ديال هادشي كما تتداول في بعض مقاطع الفيديوهات وداك التخربيق، بما ان يعني الفيديو يعني نتيجه عن خوف وعلى ونتيجه هذا الواد اللي جا واحد الحموله كثيره ونتيجه اللي شفت يعني هذا الواد اللي ديك النتيجه اللي جا معه، وكاين واحد يعني صور وقائي ديال الواد
طاح وهذه الطريقه هذه يعني اللي جابت نتيجه الصراخ وهذا الشيء كامل ديال هذا الفيديو المتابع. نعم وهو الشكل يعني طبيعي ومشاعر يعني طبيعيه في ظل هذه السيول الغير مسبوقه بالمنطقه. واكيد اتواجد يعني هنا بجماعه تمنارت على بعد حوالي 60 كيلومتر من هنا منذ اسبوعين. كانت المنطقه اي جماعه تمنارت قد تعرضت ايضا لسيول قويه غير مسبوقه ادت بدوارين دوار اجمير ودوار اوغردا الى وفاه 15 شخصا واضرار بالغه مس البنيه التحتيه. نعم أشكرك الحافظ محضر، نقلت لنا الصورة من تمنارت، صورة خسائر المادية التي لحقت المنطقة جراء تساقطات المطرية الرعدية، والشكر أيضا موصول لضيفيك الكريمين، شكرا لكم. إلى إقليم السزاق الذي شهد تساقطات مطرية مهمة ساهمت في جريان مجموعة من الأودية ما يساعد على إنعاش الفرشة المائية واستعادة حيوية الأنشطة الفلاحية التي لطالما تأثرت بسنوات الجفاف. الحافظ محضار ومحمود الشراكي. المزيد من التساقطات المطرية وبكميات مهمة تتهطل على مختلف أرجاء إقليم أسازاك وخاصة هنا بهذا النفوض الترابي بيزاك الذي شهد أمطارا غزيرة أدت قوتها إلى جريان العديد من الأودية التي تتقاطع بهذه الصحاري الممتدة التي اشتد حنينها لصبيب أزاح الغمة بعد سنوات صعبة طرت كثيرا على رحال يعتمدون في أنشطتهم الاقتصادي على تربية الماشية. من 2006 هذا بعد السيل ما رينيح في هذا القطب اللي هو في رحبة نحن هون هم دابا ناحية هذا من الدولاح لهذا الكرب هذا اللي بيننا مع تيغزرت له أي الرحمة اللي جاتنا الحمد لله في هذو سيمانتين الحمد لله رحمة زينة الحمد لله السحاب الحمد لله جات هاي المنطقة هاي بعد منطقة الزاق كاملة أو الوديان كامل الحمد لله يسيلهم اللي ما سال خطرة والله خطرة سالت خطرتين والله ثلاثة جاتنا السحاب وحمدنا مولانا وشكرناه وشوف يا ربي لك الحمد وطامعي الخير حمدنا مولانا. هذه الأمطار التي أنتجت سيولا هامة وجهت كميات معتبرة من المياه صوب سد التويزكي الذي تغذيه عديد الروافد ما عزز حقينة هذه المنشأة المائية التي أضحت تحتفظ برصيد إضافي من مياه التساقطات المطرية. ينتظر أن تنعش الفرشة المائية بالمنطقة وتغطي احتياجات مربي قطعان الماشية. السد الحمد لله عرف واحد ارتفاع الحقينة ديالو واحد نسبة كبيرة اللي بلغت حوالي 45% حسب التصريحات ديال الناس ديال الحوض المائي. وهذه الحقينة وهذه المياه من شأنها يعني تغني الفرشة المائية ديال الجماعة، خصوصا أنه مؤخرا تم ربط الجماعة بالماء الصالح للشرب، وثانيا كيخلينا نفكروا باش ننتقلوا من مرحلة تغذية الفرشة المائية إلى ضرورة استغلال هذه المياه اللي ما خصهاش تضيع هباء. هذا الكمية الهامة ديال المياه بفضل هذه التساقطات المطرية اللي من فضلها غادي تنعس الفرشة المائية، وغادي تخلي ان بالنسبه بحكم ان الجماعه اغلب السكان ديالها هما رحل والناس ديال الكسب، غادي تخليهم انهم هاد السنوات القادمه ان شاء الله اللي حوالي تقريبا 3 سنوات الله هكا انا ما غادي يكون عندهم مشكل في شرب الماشيه ديالهم. أمطار خير وبركة بهذا الإقليم الحدودي استبشرت بها ساكنة المنطقة وبخاصة الرحال والبدو حيث أحيت أملهم بعد سنوات عجافة انحصر فيها المطر بهذه الربوعات الترابية التي اكتسبت حلة باهية عقب هذه التساقطات المطرية. إلى إقليم زاغورة الذي شهد بدوره تساقطات رعدية قوية تجاوزت مقاييسها 60 ملمترا، تساقطات استثنائية خلفت ارتفاعا في منسوب العديد من المجاري المائية بنسب غير مسبوقة. الصورة ينقلها لنا روبورتاج وفاء اليعقوبي ومحمد الرشيد. ساكنة الجماعات الترابية بإقليم زاغورة عبرت عن ارتياحها لهطول الأمطار بعد سنوات عجاف. رغم الارتباك الذي خلفته الأمطار الرعدية فإن الأمطار ساهمت في تحسين المخزون المائي بالإقليم وزيادة حمولة الأودية والشعاب. الواد الحمد لله واد الحمد لله عطى الله الخير، كانت الشتاء الحمد لله موجود الخير، فرحانين بهذا الخير الحمد لله، فرحانين تقلبنا الحمد لله بهذا الخير الحمد لله، راه الناس شطرة فرحانين الناس الخير راه عطاه الله، شجر النخل الحمد لله راه لاباس شجر بخير وعلى خير، الناس شابعين ما الحمد لله. هذا الخسائر ديال الارواح شي خسائر الحمد لله ديال الارواح لا ما كايناش.
بصيص من الأمل يلح في الأفق بخصوص موسم فلاحي جيد عانى لمدة ليست بالقصيرة من الجفاف. الأمطار كانت كالبلسم على قلوب الساكنة. الحمد لله على هذا الخير والحمد لله على هذه النعمة. التساقطات المطرية الرعدية التي اجتاحت إقليم زاغورا تسببت في انهيارات صخرية كثيفة وأدت إلى قطع مجموعة من المحاور الطرقية الرئيسية بسبب الحمولة الكبيرة للوديان والشعاب. من جهتها السلطات المحلية تحث الخطى لفتح الطرق المتضررة وإزاحة الانهيارات الصخرية لضمان سلامة المواطنين وعودة حركة السير إلى طبيعتها. وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غد تشكل سحب منخفضة كثيفة مع كتل ضبابية خلال الصباح والليل على السواحل والسهول الشمالية والوسطى، كما يرتقب مرور سحب كثيفة مع نزول قطرات مطرية أو زخات رعدية بجنوب أقاليم المملكة، في حين سيظل الطقس أحيانا غائما فوق مرتفعات الأطلس المتوسط وجنوب شرق المملكة والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية. وسوء الأحوال الجوية تشهده العديد من مناطق العالم التي تسجل هطول أمطار قوية وحدوث فيضانات بعدد من الدول، ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ بعدد منها. تقرير مريم العفير يرصد أثر التغيرات المناخية وسوء الأحوال الجوية بكل من اليابان، إيطاليا، المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية. التغيرات المناخية ترخي بظلالها على قسم كبير من دول العالم، وسمتها الغالبة الأمطار الغزيرة والفيضانات. باليابان لم تتوقف الأمطار منذ يوم السبت، إذ تجاوز منسوبها 540 مليمترا في مدينة واشيما، أدت إلى فيضان نهر في شبه جزيرة نوتو، ما تسبب في جرف عدد من المنازل وتسبب في انزلاقات أرضية أودت بحياة 7 أشخاص على الأقل. بإيطاليا تسبب سوء الأحوال الجوية في إعلان حالة الطوارئ بعدما غمرت مياه الأمطار الطرق والمباني وأجبرت قرابة 2500 شخص على مغادرة منازلهم، وهو ما دفع الحكومة إلى تخصيص حوالي 20 مليون يورو كمساعدة إغاثية للمناطق المتضررة. أما بالمملكة المتحدة فجميع أنحاء البلاد تعاني من الطقس السيء مع وصول العاصفة بوريس لذروتها، إذ غمرت المياه جميع الشوارع الرئيسية نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي وصلت حد السيول. وبحسب صحيفة الديلي ميل فالعاصفة بوريس تسببت في حدوث ما يصل إلى 13,000 صاعقة برقية أدت إلى حرق عشرات المنازل والأشجار والسيارات. أما بكوريا الجنوبية فقد أعلنت السلطات عن إجلاء نحو 1500 شخص بسبب الأمطار القوية التي سجلت مستويات قياسية في المناطق الجنوبية للبلاد وأدت إلى وقوع انهيارات أرضية وفيضانات. في الخبر الدولي دائما وفي إطار مشاركته في قمة المستقبل المنعقدة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أكد السيد نعم يارا رئيس مجلس المستشارين رئيس برلماني البحر الأبيض المتوسط على انخراط هذه المنظمة البرلمانية الإقليمية في تنفيذ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وعزمها الانخراط في دعم تفعيل أهداف قمة المستقبل لضمان استجابات فعالة للتحديات الحالية والمستقبلية مثل الأمن الغذائي، تغير المناخ وتعزيز مستقبل رقمي مفتوح وآمن. خديجة الجمالي ويوسف مزياني. تأكيد من رئيس مجلس المستشارين رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط خلال أشغال هذه القمة على أن برلمان البحر الأبيض المتوسط منذ إنشائه سنة 2005 التزم وأعضاؤه من المنطقة الأورومتوسطية والخليج بشكل عميق بتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها من خلال آليات مبتكرة لضمان متابعة فعالة ومنسقة، مشددا على عزم هذه المنطقة البرلمانية الإقليمية على الانخراط في دعم تنفيذ أهداف قمة المستقبل والميثاق من أجل المستقبل والميثاق الرقمي العالمي وإعلان الأجيال المستقبلية، معلنا في هذا السياق عن مبادرتين ملموستين سيساهم من خلالهما برلمان البحر الأبيض المتوسط في تحقيق هذه الأهداف الطموحة. أولا إنشاء مرصد برلماني دائم للجنوب
لأهداف التنمية المستدامة يكون مقره وإدارته في المملكة المغربية. ثانيا، إنشاء مرصد برلماني عالمي دائم لمراقبة الاستخدام الخبيث للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والذي سيديره مركز دراسات شاملة التابع للجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، وسيكون بمثابة منصة لرصد وتحليل وتعزيز تشريعات ومعايير فعالة لضمان عدم استخدام هذه الأدوات من قبل الجماعات الإرهابية والإجرامية لأغراض خبيثة، بل تسخير هذه الأدوات لصالح البصيرة الجمعاء. كما أبرز رئيس مجلس المستشارين رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط أن الحديث عن المستقبل يتطلب عملا مشتركا من أجل التغلب على صعاب الحاضر، مشيرا إلى الحرب على غزة وما خلفته من ضحايا من الجانبين، وأن أيا كانت أسبابها فإن نتائجها لن تكون إلا مزيدا من التطرف والعنف والكراهية، داعيا إلى إعلاء صوت العقل والحكمة والعمل على إنهاء هذا النزاع وإجلاس الجميع على طاولة الحوار من أجل تطبيق قرارات المنتظم الدولي والوصول إلى حل الدولتين. دوليا، دائما كثفت إسرائيل الاثنين غاراتها الجوية على مناطق عدة جنوب لبنان وشرقه، ووجهت تحذيرات للسكان بالابتعاد عن أهداف مرتبطة بحزب الله وسط دعوات دولية للتهدئة خشية اتساع نطاق النزاع الراهن بين الطرفين إلى حرب واسعة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات على أكثر من 300 هدف في تصعيد غير مسبوق منذ بدء النزاع الراهن بين الطرفين. في جديد الأزمة الروسية الأوكرانية، يواصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستعراض الخطة التي أعدتها كييف على نظيره الأمريكي جو بايدن والكونغرس، والمتعلقة بإنهاء الحرب الدائرة منذ عامين ونصف العام بينها وبين موسكو. وكان زيلينسكي قد توجه أمس الأحد إلى ولاية بنسلفانيا في زيارة تفقدية لأحد مصانع الأسلحة ينتج بشكل خاص قذائف تستعملها أوكرانيا في حربها مع القوات الروسية. نواصل الآن الخبر الوطني من الدار البيضاء، حيث انطلقت خدمة خطين جديدين للترامواي على مسافة تقدر بأزيد من 26 كيلومترا و39 محطة بالنسبة للخط الثالث، و12 كيلومترا ونصف مع 19 محطة بالنسبة للخط الرابع، إنجاز ساهم في رفع مسافة خطوط الشبكة إلى 98 كيلومترا. ويعتبر تمديد شبكة ترامواي الدار البيضاء خطوة جديدة في تعزيز أسطول النقل العمومي وضمنه التنقل الإيكولوجي كركيزة أساسية في تأهيل المدن وضمان استدامتها. نتابع الروبورتاج التالي. انطلقت الخدمة الفعلية للخطين الثالث والرابع لكازا ترامواي، خطوة هامة تأتي لتعزيز شبكة النقل العمومي بالعاصمة الاقتصادية، مما سيساهم في مرونة حركة السير والجولان وتخفيف الضغط على باقي وسائل النقل الحضرية. الرحلة ديالي اليوم كانت أول رحلة في الخط الثالث، رحلة ما استغرقاتش بزاف ديال الوقت، ما فاتش 15 دقيقة. بالنسبه ليا بادره مزيانه هذه، ومن ناحيه لومبوتياج كازا غادي تخفف وغادي يسهل التنقل بزاف هذا الخط الجديد تي 3 ولا بالنسبه للتي 4 وسط كازا. واخيرا تحل لينا تراموي تي 3 وتي 4، شحال حنا كنتسناو فيه فارغ الصبر، غنولي نمشي للخدمه ديالي بكل سهوله. ملي ولا كاع هذا الخط الثالث والرابع يعني غادي تولي زعما غيتحل داك المشكل ديال النقل في الدار البيضاء، سيرتو مع الخط الاول والثاني، ودابا الباصوي الخط هو الاول والثاني، دابا هاد جوج خطوط غادي يقادو زعما النقل في الدار البيضاء. تحسين جودة النقل والتنقل عبر جيل جديد وسائل النقل المريحة والآمنة للجميع، والهدف توفير شروط الراحة للمواطنين وتحقيق تنمية حضرية شاملة. ساعد في حماية البيئة وساعد في النقل ديال المواطنين والراحة النفسية ديالهم والراحة حتى كيوصل للشغل ديالهم والعمل ديالهم. انه في جميع الاحوال كيف ما كثرنا الوسائل ديال النقل العموميه غادي نخلقوا الراحه للمواطنين، وغادي حتى السير العادي ديال المرافق الاداريه والاقتصاديه في المدينه غادي تكون ميسره للجميع، وكنتمنى ان هذا الشيء يتعمم على باقي المناطق.
الخطان الثالث والرابع يمتدان على طول مسافة 26.5 كيلومتر وبأسطول مكونين من 24 قطرة ترامواي مع مراعاة معايير المحافظة على البيئة وسائل نقل تفتح آفاق تنقل جديدة للبيضاويين. ومن الدار البيضاء ينضم إلينا السيد عبد الرحيم الكسيري المنسق الوطني للائتلاف من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نسلط معه الضوء على أهمية هذين الخطين الجديدين فيما يخص التنقل المستدام. إذا دخول خطين جديدين سيد الكسيري لترامواي الدار البيضاء حيز الخدمة هو خطوة جديدة في مجال تطوير يعني أسطول النقل الإيكولوجي بالعاصمة الاقتصادية، ما الذي يمثل تعزيز خدمات التنقل من هذا النوع؟ هو في الحق له أهمية قصوى بالنسبة أولا للمدينة ككل بالنسبة للمواطنين على الخصوص. لماذا؟ لأن هذا النقل العمومي فهو حق من حقوق المواطنين في التنقل، لأن التنقل أصبح أساسيا لكل خدمة سواء للذهاب إلى المدرسة أو إلى الشغل أو للتسوق أو كذلك للترفيه، وبالتالي أصبح ليس هناك اختيار من ضمان الحق للجميع دون ترك أي على الهامش. وفي الدار البيضاء كان 12% فقط اللي كتاخذ النقل العمومي، هذا كيمكن الآن في الحق في 10 سنوات انتقلات 350 مليون، وبالتالي هذا رقم قياسي. إلى شفنا أولا كيضمن لهم الحق لأن التكلفة أقل، وكذلك كيضمن لهم الحق لأن كيربط واحد العدد ديال المناطق، فكيزيد كذلك الجاذبية ديال المدينة لأن تلوث الهواء كان بلغ واحد الدرجة أكثر من النسبة اللي كتسمح بها منظمة العالم الصحية، هو كينقص شيئا ما كيخفف. وكذلك يمكن هاد الخط منذ 2012 بواحد السرعة كبيرة أوقات الإنجازات، هذه مكنات كذلك من ناحية الصحية باش المشكل ديال الربو اللي كان كيوصل حتى 30% في بعض المناطق يتخفف. وبالتالي هو ليس خيارا، ما نتكلموش على القدرة الشرائية لأنه القدرة الشرائية كتحسن المواطنين لأن السيارة لها تكلفة كبيرة، والمدينة المستدامة هي اللي كتضمن أن المواطن المتوسط ما يضطرش يدير السيارة، ولكن الغني أنه يتنقل في هذا النوع من النقل اللي يكون ذو جودة مع المتوسط وكيضمن كذلك التمازج الاجتماعي. هذه كلها أدوار اقتصادية صحية بيئية اللي كتمكن من الجاذبية ديال المدينة وكتحسن في الحقيقة. كما ذكرت الاستدامة، فبالإضافة إلى تعزيز أسطول النقل العمومي توفير وسائل النقل الإيكولوجي اليوم والأقل ضررا بالبيئة كما ذكرت هي ركيزة أساسية لتأهيل المدن الكبرى وجعلها مدنا مستدامة، مدن ذكية أيضا. ما الأهمية التي يكتسيها هذا التوجه اليوم ويعني الإكثار من هذه المشاريع بالمغرب؟ هو كما ذكرنا في المدن المتروبولية، احنا عندنا 9 المدن المتروبولية في المغرب، فما يمكنش نختصدو على الحافلات وعلى السيارات، مستحيل. وما نمشوش في السياسة ديال السيارة الفردية في الدار البيضاء كتحتل 40% الطرق ديالها من المساحة ديال الدار البيضاء، بينما في الدول الأخرى كينخفضوها ل 20%. إذا بداو كينقصوا من عدد من الشوارع باش يعطوها للمشي ويرجعوا للإنسان للمشي والدراجات الهوائية والنقل العمومي. هاد التحول اللي كيوقع دابا نتصوروا شحال استثمارات لو أنها 300 مليون مشات في السيارات، شحال قدنا نوسعوا في الطرق وخصنا نريبوا الديور باش، وهذا ماشي حل. لهذا خصنا نرجعوا للحلول المستدامه اللي كتضمن واحد النقل بواحد السريع، ولكن خصنا نزيدوا عليها. وهذا راه كاين واحد المخطط ديال بي دي او ديال 2030 ديال الدار البيضاء اللي مفروض انه يدير المخطط البلون فيلو، انه كذلك الترونتينات، ان الوسائل ديال المشي، انه يرجع واحد عدد من الطرق اللي خدت السياره يرجع اما النقل العمومي او المشي او كذلك التجاره والتسوق والترفيه وكذلك الاطفال في الاحياء ديالهم. هذه كلها استراتيجيات إضافة لذاك المشروع اللي كاين فيه نقاش باش خصنا ندوزوا للمترو لواحد المناطق خاصة مع المدن المجاورة، خاص يوقع نواصر مديونة إلى آخره، خصنا نوصلوا لقلب المدينة في 40 دقيقة. يعني هذه كلها الآن انطلاقة قوية، واللي وشفنا بأن تجيفي مثلا ديال التجربه ديال طنجه حول طريقه العمل في طنجه بشكل كبير، وغادي دابا لمراكش وغادي لمدن اخرى، وهذا يعني التوجه نحو النقل المستدام جيده، خصنا نكملوا القوه باش ندوزوا للوسائل الاخرى.
المدن المستدامة. أشكرك جزيل الشكر السي عبد الرحيم الكسيري المنسق الوطني للائتلاف من أجل المناخ والتنمية المستدامة، شكرا لك على كل هذه الإضاءات، كنت معنا من الدار البيضاء. الأيام الطبية للمسالك البولية بالسعيدية فعالية علمية التأم خلالها خبراء ومتخصصون في هذا المجال الطبي، هدفها الاطلاع على المستجدات العلمية في هذا التخصص من خلال برنامج استعرض أحدث التقنيات في علاج أورام المسالك البولية وأيضا أمراض الكلى. تفاصيل المؤتمر الذي امتد ليومين مع زكية بلقاس ورشيد العتابي. مستجدات علاج أمراض المثانة والمسالك البولية استعرضت خلال هذا المؤتمر الذي أتاح للأطباء اكتشاف مختلف التقنيات العلمية في هذا المجال وتبادل الخبرات مع نظرائهم. دائما هذاك الجديد خصوصا الجراحة بالمناظير واستعمال الروبوت، المغرب هو مقبل على اقتناء الروبوت. نتحدث ما جد في كل جراحة المسالك البولية وعلاج سرطانات المسالك البولية من أدوية وجراحات وعلاج بالأشياء. التكوين الغاية الأولى من المؤتمر السابع لجراحة المسالك البولية الذي أفرض حيزا هاما للأطباء المقيمين. تم تخصيص يوم كامل بالنسبة للأطباء الداخليين، الأطباء الداخليين والمقيمين في طور التكوين، وخلال هذا اليوم هذا تم تبرمجت مجموعة من الورشات، مجموعة من الورشات تطبيقية، وكذلك تم تبرمجت مجموعة من الدروس النظرية. الخبرة الأجنبية كانت حاضرة في الورشات العلمية والدروس التطبيقية التي عرفت الحاضرين على أهمية جراحة المسالك البولية بالروبوت. نرى الآن أن جراحة البروستات تتم بالروبوت والتي أصبحت شائعة وقياسية، ونلاحظ أن هذا النوع من الجراحة بدأ يتكرس في المغرب وينتشر، وهذا رائع. جلسات علمية تفاعل معها الأطباء المشاركون في هذا المؤتمر الذي مكنهم من تعميق معارفهم وتطوير مهاراتهم الطبية. ونسلط مزيدا من الضوء حول هذا الموضوع مع البروفيسور علي بركي رئيس مصلحة جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي بوجدة. أهلا بك بروفيسور. إذن الحديث عن هذا الموعد العلمي هو حديث عن استعراض مستجدات هذا المجال الطبي على المستوى العالمي، ما التقدم المحرز في مجال طب المسالك البولية بالمغرب والخبرة التي راكمها الأطباء المغاربة في هذا المجال؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على الاستضافة. منذ افتتاح مصلحة جراحة المسالك البولية بمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة عملنا على جعل هذا المؤتمر من جهة في جهة الشرق موعد وطني للأطباء الأخصائيين في جراحة المسالك البولية لتدارس من جهة حصيلة ما جنيناه في السنة من خبرة كل واحد في مركزه من معظم المدن المغربية، وكذلك تدارس المستجدات العالمية من خلال استدعاء خبراء وطنيين وأجانب لإلقاء محاضرات أو إلقاء تسجيلات لعمليات جراحية عن طريق فيديو. هذه الطريقة التي تعتبر أحد الأشكال الجيدة لنقل الخبرة. نعم بروفيسور علي بركي رئيس مصلحة جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي بوجدة، أشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءة. إلى مراكش الآن، حيث عقدت المكاتب المسيرة لتعددية القطاع العام اجتماعا تنسيقيا لإبداء ملاحظاتها حول مشروع القانون المتعلق بإسناد تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أمين علام ومحمد حسن مسكور. المكاتب المسيرة لتسع تعاضديات تابعة للقطاع العام التأمت في هذا الاجتماع بمدينة مراكش لتعبر عن انخراطها في إنجاح المشروع الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، ولتثمن قرار تأجيل البت والمصادقة على مشروع القانون 2354 المتعلق بدمج منخرط الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذا الاجتماع يأتي لبدء النقاش حول الملاحظات المسجلة بشأن هذا المشروع
والمتعلقة أساسا بمسألة حماية وصيانة المكتسبات التي حققتها التعاضديات لفائدة مخارطها، ليؤكدون جميعا انخراطهم التام في تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، بما في ذلك إحداث وتوحيد الهيئة المدبرة لملف التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ثانيا، ليثمننا عاليا القرار الحكيم والسجاع لحكومة صاحب الجلالة فيما يتعلق بإرجاء البث في الدراسة والمصادقة على مشروع 2354. البلاغ الصادر عن هذا الاجتماع شدد على أن التعاضديات تتشبت بحقها في المساهمة في إعداد نص تشريعي جديد يحافظ على مكتسبات المنخرطين والمنخرطات والمستخدمين والمستخدمات، ويضمن تطوير النظام التعاضدي باعتبارها شريكا في تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض طبقا لمقتضيات الدستور. كاين واحد المجموعه ديال الملاحظات اللي بغينا من خلالها نخرجوا بتصورات، لان تنزيل هذا الورش بدون اشراك الفاعل الاساسي اللي هما التعاضديات، يعني التعاضد اللي تقريبا 100 عام هو كيدي واحد الخدمه ديال ملفات المرض وديال التعويضات وديال هذا، ما يمكنش نجيو في واحد القانون ونغيبوهم بهذه الطريقه. لابد من مقاربه تشاركيه في كل الامور المتعلقه بهذا الاشكال ديال الدمج ديال لاكنوبس لاسينيسيس. الاجتماع خلص أيضا إلى أن التعاضد يعتبر فاعلا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يستدعي المحافظة على القيمة التاريخية للتعاضد المغربي، كما تمت الدعوة إلى تنظيم ندوة وطنية حول التعاضد المغربي للتعريف به وتحصينه والعمل مع خبراء من أجل تطوير آلياته. الأنشطة الموازية التي تنطلق مع الموسم الدراسي تعد حلقة مهمة في البرامج المدرسية المقررة، انطلاقا من أدوارها في بناء شخصية الأطفال وتقوية مهاراتهم الفكرية والبدنية، وضمنها الأنشطة الرياضية، وهنا كرة القدم تستأثر باهتمام كبير من قبل التلاميذ. نموذجنا نتابعه من إحدى المؤسسات التعليمية بتطوان في روبورتاج في النشاك العلوي وعبد العلي جنوني وعادل معروفي. بفرحة كبيرة يعود صغار جمعية الفتح الرياضية التطواني لممارسة رياضتهم المفضلة بالموازاة مع العودة للمدارس. موسم جديد للتحصيل، لا يستغنون معه عن شغفهم الكبير بكرة القدم ونشاطهم الرياضي المفضل والذي له أثر بالغ على يومياتهم، إذ يمنحهم نشاطا وحيوية كبرى لينعكس ذلك على نفسيتهم بشكل إيجابي. هذاك العام مع الفرقه 3 سنوات وتعلمنا بزاف الحاجات في حال الكونترول وباس، وانا كنجي كنلعب مع الفرقه مثلا السبت والحد مش كنفرغ الطاقه ديالي والضغط اللي كيكون عندي في القرايه. الموهبه ديالي هي لعب الكره، كنستمتع بعد ما كنسالي القرايه وكنلعبوا وملي كنرجع للمدرسه كنكون نشيطة. وكنجي نتريني في السبت والحد وكنجي وكنعملو باس كونترول وكنجي باش نفرغو الطاقة السلبية ديالنا، وهادشي كيزيدنا في الدراسة في التركيز الدراسي ديالنا. بالموازاة مع الدراسة وأهميتها للصغار، الأنشطة المختلفة وخصوصا الرياضية منها تعد متنفسا لهؤلاء لتخفيف الضغط عليهم وتعزيز توازنهم النفسي وتطوير الحس الاجتماعي لديهم، مما يسهم في تجديد طاقتهم ليقبلوا على الدراسة بحماس أكبر. هي تبارك الله كينشطوا كيلعبوا الكرة مهتمين بالرياضة تبارك الله عليهم، كيمشوا المدرسة كينجيو ملي كيجيو الكرة كيمشوا ناشطين تبارك الله عليهم كيتحمسوا يعني صافي الدار في المنزل كيمشوا كيبغوا يزيدوا زعما يلعبوا الكره وهذه يعني ناشط تبارك الله عليهم. يعني الخدمه ديالنا مع الوليدات كنحاولوا ما امكن يعني سيرتو في هذه الفتره هذه الدخول المدرسي كنحاولوا ما امكن ما نضغطوش عليهم من ناحيه التدريب من ناحيه الانشطه، كنحاولوا ما امكن يعني نعدلوا يعني التمارين ديال الكورديناسيون، نعدلوا مثلا الكونترول الباس تمهيدا يعني باش ندخلوا في البرنامج ديالنا الثانوي. الأنشطة الموازية وخاصة الرياضية منها تعد جزءا مهما في حياة الأطفال إلى جانب الدراسة، ويبقى الاختيار الأمثل لكل طفل بحسب شغفه هو ما يمكن أن يمنحه الاستفادة من مزايا هذه الأنشطة التي تساهم في تكوين شخصية الطفل وتدعم استقراره النفسي والاجتماعي. وختاما مشاهدينا الكرام، تذكير بأبرز محطات الخبر لنشرة الظهيرة.
بإقليم طاطا سيول جارفة تضرب منطقة تمنارت وتسبب خسائر في البنى التحتية والممتلكات، ومن جانب آخر ترفع منسوب العديد من المجاري المائية بنسب غير مسبوقة، والصورة نقلناها مباشرة من تمنارت. بأس الزاك تساقطات مطرية مهمة ترفع منسوب الأودية وتنعش الفرشة المائية وتمكن من استعادة الأنشطة الفلاحية بشكل أكثر ارتياحا بعد سنوات من الجفاف. وانطلاق خدمة خطين جديدين لترامواي الدار البيضاء يرفع مسافة خطوط الشبكة إلى 98 كيلومترا، خطوة جديدة في تعزيز أسطول النقل العمومي. وضمن نشرتنا تعرفنا على أهمية تمديد هذه الشبكة في تطوير التنقل الإيكولوجي كركيزة أساسية في تأهيل المدن وضمان استدامتها. شكرا على حسن الاهتمام والمتابعة مشاهدينا الكرام، أعود ألقاكم غدا بإذن الله.